أولا هذه المناسبة من أجل تجديد ترحم على واحد ضحايا من أخواتنا وإخوتنا المواطنين والمواطنات في تلك يعني هذه الفاجعة المؤلمة التي نتجت عن خروج القطار عن سكته. أيضا الدعاء لعلي القدير بتمني الشفاء للمصابين. كانت هنالك تعليمات ملكية انتقل على إثرها وزير الداخلية وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إلى عين المكان المنطقة، والآن هنالك بحث قضائي وتحقيق، وهنالك بحث عن المستوى التقني، لأنه لابد من معرفة ما حصل بالضبط، لابد من استخلاص الدروس حتى لا يتكرر ما حصل، ولابد من تحديد المسؤوليات. هذا واحد الأمر اللي هو ماشي سهل. المغاربة في هذا الحدث الذين هبوا للتبرع بالدم في مراكز ديال تحقن الدم كان عبروا على واحد كشفوا على المعدن الأصيل للشعب المغربي اللي في الوقت ديال الشدة والمحنة يتضمنون. كان تنويه بالدور ديال الأطر الطبية والصحية ديال الدرك ديال وزارة الداخلية، الوقاية المدنية ديال أطر وزارة التجهيز والنقل، الموظفين ديال المكتب الوطني للسكك الحديدية اللي تعبؤوا في هذيك اللحظة لمواجهة هذه الفاجعة التي حصلت.